أهلا وسهلا بالسيد والمتنبئ عبد اللطيف، شو توقعاتك للأحداث الرياضية يلي رح تصير في عام 2024؟ خلينا نبدأ ببطولة أمم إفريقيا. أولا بحب أتشكرك على هالاستضافة الأكثر من رائعة. أما بالنسبة لبطولة إفريقيا، أتمنى أن الدول العربية تعمل شي وتاخذ البطولة، المغرب، الجزائر، مصر أو تونس حتى، ولكن أتوقع البطولة رايحة من نصيب المغرب. أكيد كل التوفيق للمنتخبات العربية. طيب شو رأيك بكأس آسيا؟ بكأس آسيا أرى أن السعودية أو اليابان رح ياخذوا البطولة، ولا أستبعد حدوث مفاجئة من أسود الرافدين، ومع كامل التوفيق والأماني للمنتخبات العربية المشارك. جميل جدا. طيب وهلأ وصلنا لبطولة أمم أوروبا. أمم أوروبا أراها ترفع في باريس أو لندن حتى. وليش مو البرتغال أو أسبانيا؟ فرنسا وإنجلترا أراهم في طابق، وجميع المنتخبات الأوروبية في طابق ثاني. طيب شو توقعاتك للبطولة الأعرق في التاريخ، دوري الأبطال؟ دوري الأبطال هاي السنة رح يكون من نصيب برشلونة. مستحيل، وين البايرن والسيتي وريال مدريد؟ برشلونة رح يكون مفاجأة العالم بهاي السنة. معناتها رح ياخدوا الدوري كمان. لا 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 لا، رح يترك الدوري لريال مدريد ويهتم برشلونة بدوري الأبطال. طيب والدوريات الخمسة الكبرى؟ أرى وأتوقع بأنه الأسباني لريال مدريد، والإنجليزي للسيتي، والإيطالي لليوفي، والألماني والفرنسي مثل العادة للبايرن والبي اس جي. شكرا كتير لك سيد عبد اللطيف. وانتو يا جماعة شو بتتوقعوا؟ اكتبوا لي بالتعليقات. أملنا بالله وليس في عام 2024، والعيب فينا مو ب 2023.